ربينا بلادنا بدموع عيوننا تنشق تنحملهم صور على الطرقات. رح نمشي المسيرة اللي مشوها أبطال فوج الإطفاء وإخواتي نجيب وشربل وشربل اللي وصلوا على المرفق فيها. هول الشباب بعدهم عم بيصرخوا عم بيقولوا مين قتلنا؟ مين فجرنا؟ نحن 10 أمات منطالب كل واحد مسؤول يلي إله علاقة بالنتراج اللي انحط على الحوض يتحاكم يحترق مثل ما حرقوا لنا أولادنا. ما تغير شي ما كأنه ما راتب إن شاء الله منضل 10 سنين وعشرين سنة إلا ما نعرف. رح نضل ننزل على الطرقات تيوم الأيام بس اتلاقى فيه قلو فعلا جبت لك العدالة والحياة. في وقاحة كبيرة بأنه نحن لليوم وعدونا بخمس أيام بيطلع نتيجة تحقيق، نحن اليوم 3 سنين مش عارفين أبسط التفاصيل عن شو صار بالعدالة. في 235 ضحية هدول انقتلوا بهالنهار، هدول تم اغتيالهم. إن شاء الله كل واحد كان بيعرف من رئيس الجمهورية ونزول، إن شاء الله كلهم بذوقوا نفس الوجع. شوفوا يحكوا عن عويداد اللي طلع الموقوفين، ارجع لضميرك لأن الدعاوى عم تنزل عليك مثل الشتا. لو كان في موقوفين من سنة بس هلأ بطل في موقوفين لأنه طلعوا من القاضي عويدات، بنشكره طبعاً. نتأسف إنه بعدنا ما وصلنا لشيء اسمه القرار ظني، ما وصلنا للمحكمة بعد، كأنه اللي حاكمين هالبلد واللي مستلمين هالمنظومة كأنه خايفين من شيء ما بدهم إياه الشعب اللبناني يعرف فيه ويسمعه. هاي الصورة صورة حياتي هي زوجتي. This crime is not only a Lebanese issue. Victims are all of all nationalities. Please take action. The Beirut port explosion in its essence is a situation of violation of human rights. Our children had the right to live. وأوقات منحس إنه يمكن ما عم نعمل كفاية، قلوبنا حزينة لأنه صاروا 3 سنين وبعد ما حدينا، مع إنه هيدا حقنا. ما حدينا لأنه بعد 3 سنين عم ننرفض الحقيقة والعدالة وعم يجبرونا نطلب العدالة من الخارج. الحقيقة إنه كل هيدا الشيء بيهلك صراحة. أكيد الرهاب خزن نترات أمونيوم بين الناس ببيروت، أكيد الرهاب أكثر منه، الرهاب أكثر منه المسؤول بالدولة المتقاعس لمرت الكلب لدقي الشباب نزلهم يموتوا، كلهم إرهابية، مش بس واحد هو إرهابي، أنا بدكم نقول حزب الله إرهابي، ولا أكثر واحد هو حزب الله إرهابي، بس مش وحده، هو واللي عم بيساعدهم للدولة، قضاة سياسيين، مسؤولين، وزراء، أمنيين، قضاة سياسيين، مسؤولين، وزراء، أمنيين، بدكم تحكوا حكوا الحق. نحن المشهد ورانا كافي تنوقف ونهاجم الكل تيثبت العكس. نحن هون جايين لهم بنص عينهم، نحن كلنا واقفين هون عم نقول لكم انتوا قتلتونا، انتوا فجرتونا، انتوا بدكم تتحاسبوا، ولا رابع عالم بنقول لهم كلكم بدكم تتحاسبوا، الارهابي واللي ساعدوه، الارهابي واللي عاونوه، الارهابي والعسكر اللي قعدوا حد النترات وتركوا فوج الاطفاء يفوتوا يموتوا ويتقتشوا، لموا الشعب في شعبي من هذا المرفق. Go!